بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس في تفطير الصائم. حديث كشناد وكساب سيها وفك الصوما أفرنتيس حسوها مفصل كبؤها فصل كسابسا وحيابه رمضان ك يعني شعائر وح غفر مركا يعني آد عبادات كتعبد أستان رمضان كأوه أما آد لو قلت الترسية قفك مؤمن كحاكم ذا تفطير الصائم قرآن كي ينكسر بحني أخرين تيس آداب الله أخرين حيابه مركا عبادات ألا لو قلت له هذا رمضان كدحديس وحاكم ذا قف صوما إلا أفريق. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نبي وحوير من فطر صائما قف صوما قفك أفريق كان له مثل أجره أجره سأوكله أي أهان يؤبع غير أنه لا ينقص يضمرك أو النقسامين من أجر الصائم قفك صوما أجر جيس أو نكن نقسامينين شيء أو حبأس نكن نقسامينين انتاس كي صوما أجر كيس يدو أهرنك أو نحبك نقسامينين. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعوي المؤلف قال: الحديث دليل على فضل تفطير الصائم. حديثك دليل يهي أما أتصالينا يا فضلك كجر قف صوما أفرنتيس، وأن في ذلك كاغا دحديس إنو بها أجرا أجري أجرك عظيما وين بغن، وهو مثل أجر أجر الصائم أجرك وين وقفك الصائم كأجر ليسي أوكله. وهذا والله أعلم، لأنه صائم وأن صوما قفك لأفرنا يستحق حمديها التعظيم إلا وينيه، ما دام عباد الرب او كجر عباد ربي او اقبلي او كجر قفكاس وحمديها الا احترام لويني. طيب، لانه صائم يستحق التعظيم، واطعامه قوذنتي سن صدقه وصدقه، وتعظيم يويني ولصوم لوينين، لان لولا صومك وحلقيا بسلاس انين اوغو في فرعونان. وصلة وينحرير بأهل الطاعات، ذاتك أهل الطاعات كل حريريو ذاتك إلهي أضيع صن أو إلهي كدم بي كدم بيه وامرتي سمقلايان حريرين لحريرين أيوة حريرين كوليهن يولو ذاتكاس. وهذا أمر وأنا أرن اعتاده المسلمون ومسلمين أي عاديستين لإدراكهم هليلتان كودا الطواب الجزيلة أي هليليان المرتب يعني المرتبة كاسو لغرتبي على ذلك كاغا لغرتبي. فإن شهر رمضان حي البشر رمضان شهر وبل يجود الله ألا أوديق فيه بشهر دحديدة على عباده دومديس بالرحمة والمغفرة أوديق والعتق من النار، والله تعالى ألا يرحمه وأن حريسنا من عباده حال دومديس كمدهين الرحماء أقوى حريسته. يعني صفات حاجر إلهي كسفيسين بني آدم كينا لقربوا إني صفات كاس أو إلهي سبحانه وتعالى إكوا فقان أو يو إلهي مقاريا سبحانه وتعالى أو ألا مقاري كران أدنى الله كوحا لقربوا بني آدم كينا عيون كسفوا بان تلمامها وحاكم إذا نحريست إلهي سفي أطهي خلقي أنا وحا الله تلقى لإيانا الله أمرين إن حريستان انت قفك اد كلمتي سكجرت ادنا كلمات او الهي كجرا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، حد لكم اجرا ددك اهل الضاعه يا ددك ضعفده مكسي جيران. طيب، مر ددك اهل الضاعه وحي ليه ان احسان لو فلو ضاعه لو وينيه ضاعه اي فسبينيان درتيد ان ايغنا لو احترام لو وينيه اي مركا يعني حاد ملينيسا مركا قفك ادي ددك اهل الضاعه اها أما ذكي ضاعة كجري مركز أما كؤها متلبسين هذه أو مركز أو نباية أو نبكو أو نجوغ حين نقانع مركز نبقات وينوه
sida halkaan ajar badan looga helaya dhib badan looga helaa oo dadka masaajidka ku jira iyo dadka sooman iyo dadka yacni khayrka iyo waxyaabahaas marka ku dhex jiro qofku dhibkooda inuu ka shaqeeyo. Wa tafdiiru saa'imi, qofka sooman afurintiisa, lahu turuqun mutacallahu, wuxuu leeyahay tafdiirkaasi duruqun duruq mutacadidatun, kala tagtagsan oo kala duduwan, oo min icaami alfaqiiri, faqiirkoo la quudiyo ah, maa ya'kulu, waxuu cuno in lagu quudiyo, oo cunto bisil la siiyo, aw amase dafci maalin, maal in la siiyo, yashtarii bihi acaaman, cunto uu ku gato. Colaa intaad jeeb ka soo bixo si aad tiraa ramadaanka ku mooda. Ayb, isagaa yaqaan marka soo isu maamulaayo wixii uu ku gadanaayo, yacni wixii u daran marka isagaa garanayo. Calaa anna daalika, kaagaasi weliba gayru khaasin bilfaqiiri, faqiir kuma gaar aha. Xataa nin xoolaa wax iska heli karo inaad siisa waa bannaan tahay ood afuriso, oo ajirkan waa laga helaya faqiirkaasa sii daran. Waliljuudi, deeqduna fii shahri ramadaan, bisha ramadaan dhexdeeda sha'nun cadiim ayay leedahay, sha'ni weyn. Faqad thabata, waxaa sugnaaday, anna annabiya sala allahu calayhi waali wasalama, nebigu ajwadu nnaasi bilkhayr, dadka khayrka midka ugu deeqda badan inuu ahaa. Wa kaana ajwada maa yakuunu, inta nebigu uu jiray ama uu ahaanayeyna markuu ugu deeqda badnaa, fii ramadaana ramadaan dhexdiisa ahay. Wadaalika, kaagaasina lisharafi waqtihi, waqtigiisa sharaf ahaantiisa wa wamudaacafati ajrihi, ajrigiisa laalaabkiisa. Wa icaanati saa'imiina, saa'imiinta kaalmadooda. Waalcaabidiina, iyo dadka ilaahay caabudaya, calaa daacatihim, lagu kaalmeeyo. Fayastawjibu, wuxuu waajibsanayaa marka almuciinu lahum, midka iyaga u kaalmaynaayo, mitla ujuurihim, iyaga ujuurtoodoo kale. Waaljuudu, deeqduna sacatu lcaaa'i, weeyaan siismada waasacnimadeeda. Wa kasratuhu, badnaanteeda. Wayadkhulu fiihi, waxaa soo galaaya asadaqatu, sadaqo. Wa jamiicu abwaabi albirri waalixsaan, khayrka iyo ixsaanka irdihiisoo dhan ayaa soo galaya. Wa yustafaadu min hada alxadiidi, xadiidkan waxaa laga faa'iidaysanayaa alxasru cala aljuudi, deeqda oo laysku booriyo, fii kulli waqtin, waqti kasto. Waziyaadati fii ramadaan, iyo in laysku booriyo deeqda in la badiyo ramadaan dhexdiisa. Meeshaa marka wuxuu leeyahay yacni maadaama nebigu uu deeq badnaa, markuu ugu deeq badnaana ramadaan ay ahayd, meesha waxaa laga qaadanayaa qofku inuu deeq badan la imaado sanadkao dhan, ramadaanna uu sii badiyo. Mas'alo kale iyaduna waxa ay tahay juudka iyo deeqdu, sheekhu wuxuu ku yidhi waa sacatu lcaaa'i wa kasratuhu, sadaqa iyo abwaabu lkhayr oo dhan baa soo gelaaya. Abwaabu lkhayr marka waxa weeyaan ninaad lacag ku sadaqaysatay, mid aad raashin bisil ku sadaqaysatay, mid aad wejigaaga ku sadaqaysatay, ood wejigaagii wax ugu qabatay, oo maanta dan iyo baahi iyo waxbuu qof ka leeyahay, qofka adaa taqaano, markaasaad waxaad tidhi war hebel dantaanuu leeyahay, dantaan u qabo, markaasaa loo qabtay adiga sababtaada, waa u shafeecday. Markaad ixsaanku yacni lacag laysa siiyey bis ma ahan, wejigaagood qof ugu ixsaan fasho, lacagtaadiood ugu ixsaan fasho, adiga camalkaagii iyo shaqadaadiiood qof ugu ixsaan fasho. Oo inaad yacni markaa yacni aad u shaqayso, dantiisa ka shaqayso soo u heli lahaa. Fayanbagii, waxaa haboon lilinsaani, qofka waxaa u haboon, an yata'assaa binabiyihi, inuu ku dayda sala allahu calayhi wa aalihi wasalama. Ayb, fayabdula, markaa uu bixiyo, wayatasadaqa, uu sadaqaysto, liyuwaasiya, si uu u xiriiriyo, alfuqaraa'a waalmuxtaajiin, dadka fuqarada iyo kuwa baahan dhibaataysan. Wayatafaqada, uu baarbaaro, aljiiraana, dariska, oo dariska axwaashooda uu fiirfiiriyo. Wayasila, uu xiriiriyo, dawil arxaami, qaraabada kuwa u saaxiibka ah. Wayusaahima, uu ka qayb galo, fii mashaariici alkhayr, waxyaabaha dadku ay isla wadaanoo khayrka ahna inuu dhinaciisa isaguna uu kala qabto, lanna nebiga dabeecaddiisa waxaa ka mid ahayd wa yuciinu calaa nawaa'ib alxaq ama calaa nawaa'ib alkhayr, waxyaabaha dadka lasoo gudboonaado khayr iyo shar wa inta khayrkaa nebiga dadka waa la qaban jiray, waxay rabaan ha ahaadaan, inta sharta ahna nebigu wax uga fogaanshiyo badnaa ma jirin. Qofkan marka waxaa la rabaa wixii khayrana dadkii ay dadka soo darisiinayaanay la imaanayaan inuu la qabto, wixii sharo ay keenayaanna uu ka dheeraado. Ayb, arrinkaasna marka arrin ku xiran ma aha qofka khayrka wado inaad fiiriso, iyo nooca uu yahay, iyo dadka uu meesha uu ka yimid, iyo waxyaabaha wax ku xiran ma aha.
مربع دي وحن شقاء إلهي رسول كودران أي تهي أيقون مركز أي سمين يعني أنا روح أفكر درسان كرت كود درسته هذه خير كاسد نيسان إيسان إيسان كاسد ناجرك يتكوه ليسان وحي شر وذانا ذاتك كوه كوه وذين ربان هذانه إنا تبري النقطة ولعل مما يحرك داعي الإنفاق ولعل وحال غيابة مما يحرك وحق نقاجنا داعي الإنفاق يعني بحنت شيء كوي يرأي أن يتذكر واي إنه يهيب على الأركاء أن يتذكر إنه خصوصا الإنسان قفك بالصوم صومك نعم الله عليه نعمة إلهي كركي سعوي علي والنعمة نعمتنا لا تعرف لما قرت إلا بفقدانها ومرك اللواي أمبا لقرتا ويتذيذ ألغو قرتا فيشكر نعمة الله بك شكرنا عليه كركي سعوي علي حيث مال يسر له الله وفد ذي الحصول حصلتان على ما كي يشتهي أو اشتهينا مما أباح الله له وحال وبنيينا طيب يعني النعمة الله كشكرنا يا كركي سويا لن حيتهينا الله وحوفو ذي ذي إنو هلا وحو جعليه ويتذكر وحو حصوصنا يا إخوانه ولا لهيس الفقراء الفقراء الذين كواس الله يتيسر لهم أو ننفذ ذاني مما يحتاجون وحيباهين فيجود عليه مركز وجود ديقة يا كركو ذا بالصدقة والإحسان يعني بشان مركز هذي أركتو قاجدي واكو قبانيسو قف قاجون والدريمي هذي وحي أدربتي واهيسة إلهي واكسي نينان هيسنين حيكو كينيسا مركز رمضان وكو بحينا يا إناد إحسان كلاكي معلمة والجمع بين الصيام وإطعام الطعام صون يعنتقوا لقوذي ولا جمعيانا أبلغوا وأكحل إيران شير بضنتهي في تكفير الخطايا ذنوب تدافتان كوذا واتقاء جهنم جهنم كبورسي كيذا يذا أكو حل إيران بضن إذا أضيف إلى ذلك هذه تالو إضافة قيام الليل قيام الليل هذه اللوصي إضافة إنما يقل خيره وسوميه عنتذبوا ذلك قوذنا فبينك السلاد والتاليه خير كاس مرك وقت كله الله ما في فرعون بس وما في فرعون سبب بدل أوقات كله قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حكيري ألا أدلكم يا نك تسين على أبواب الخير خير كيدهيس الصوم جنة صوم وعجشان والصدقة صدقتنا تطفئ الخطيئة جففيالك أي دمينيس كما يطفئ الماء بيه سيدي الدميان النار الدبكة وصلاة الرجل قفك صلاة دي سواي في جوف الليل أوتكنا يا ذين بركي الأحديث ثم تلاوع أخريي تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ست حدي ما شاني مركو جيران فيري أصوم جنة وأصومك صدقتي وإطعامك إطعام طعامك أبدا أنكو جير نبأ تنسد حادنا معيتها مركا وصلاة الرجل في جوف الليل واتكنا يا قفك صائمك وقيام الليل كي وحاق الله إيمانا يعني سد حادنا مركا إردها خيرك وهلكا سيكجران لقاس مركا خيرك إرده سيبو تاقيا الله فره أيها لي أهدي الله فره لدي إله يحال غيابة عمره سينتكد من سعادين وكهله طيب وقد كان السلف الصالح سلف كوحيها من هذه الأمة يحرصون على إطعام الطعام أي كد ذلك جرين وتفطير الصائمين بدك الصومان ولا أفريه ويقدمون ذلك وحي كهر مرنين على كثير من العبادات وحبضنا العبادات كلاه في كهر مرنين سواء حاسمدة كان ذلك كاس هايا بإشباع الجائع مدباها أو لدرجيه أو إطعام أخ صالح أما من وناكسن ولا الوناكسن لقوذيه ولهم أخبار مشهورة إليه سلف قال بعض السلف سلف في قاركود وحيدهان لأن أدعو عشرة من أصحابي طبعا أصحابتي إذا كم ذينا نقول يا رب فأطعمهم أنقوذي طعاما أنت يشتهونه أي جعلي سنيان يا أحب إلي لأن يجعل البديه أكتيدا من أن أعتق إنا حرايو عشرة طبعا من ولد إسماعيل طبعا نفوت إنا حرايو يطبن إن أفريو أما أن يعني لرجيو إن تانوع أن تصييو أن تيجعليه أن كقوذيو مداس دنبان يا نلو جعل بنيه إنه
وكان كثير من السلف إن بدنا سلف كمل وحوها يؤثر إنه الدورة بفطوره وحوك أفرايه وهو صائم إسوى صوما إسوى إسوى صوما أي أفر كيسة قفل إنه عناء يجعل لسانه. منهم عبد الله بن عمر يا كمد رضي الله عنهما وأحمد بن حنبل وداود الطائي ومالك بن دينار رحمهم الله. طيب وعاد عيسى انت أفرك الله صعدقه قف انتو يماذا أفرك يلي قفك إيسينا يلي. طيب وكان من السلف سلف وحاكم بأها من يطعم إخوانه هو يعني ولا له يعني قوذنا الطعام انتظر هو صائم يسوى صوما ويجلس فريسنا يخدمهم يسوى أذيقا ويروحهم أو نسنا يهيق مثلا. طيب منهم الحسن البصري عبد الله بن المبارك رحمه الله سيب أخذ مينا يسوى أذيقا وحصينا يجينا مركب ونسنا. قال الإمام الشافعي رحمه الله إمام الشافعي وحويري أحب للرجل قفك وحان أجعلها الزيادة بالجود خير يعني بيقضى إنه الزيادة 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 يعني أجعلها بالجود أو زيادة أعماشي يعني بيقضى في شهر رمضان بشهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ضيشاء النبي القديانا ولحاجة الناس يددك باهدو ذا فيه أي أقبان إلى مصالحهم مصالح ذو ذا انتكاء أي أقبان. طيب يعني ذاتك جود كيسي ضيقدي سي أباهين باهب أي أقبان ولتشاغل كثير ينبدا كشقلونك أي كشقلونهين ومنهم إياك من بالصوم والصلاة عن مكاسبهم أي كغمش كل سيهم وهي كسبان أي يعني إن بدنا ودك كملة دحالك أو إمام الشافعي وقتي وكاد لاي وقتي أنا مالك ولا بصدي هذا اللي في دي قد كي مالك ولا وشوي لكن وقتي قولي يوم سدان مجرين على يا بني كون شقاب دي بدن أو شقاي أو دبر كيس غاره أو مركا يعني سدا سحق حماشه أو سدا سحق بيله على يا مركا بشر رمضان صون يقيام الليل بدن قطع عبد جعلنا واهين way keenaysaa marka shaqadii inuu ka daciifo marka maadaama ay shaqadii soonkii iyo salaadii kasad fara badan ay heli lahaayeen ay ka mashquulinayaan in lagu dadaalo dadka waxaysa marka beeqda ay ku dadaalaan sidaas uu leeyahay Imaam Shafi'i ومن طرق الصدقة صدقة جدتك إذا وحاكم إذا في رمضان إعداد الطعام انتظر إلا الدياري وتقديمه يعني أقدم الديسة للأسر لو قدموا يعني قويسسك الفقيرة فقيرك أو الدعوة إليه من الله أبو يارا انتو انتظر لسمايه ومن رأى قفك أركو العدول لاحشو عن ذلك كاقع إنو كان لاحظه إلى ما نقول لاحظه شيء هو يسوبه أنفع للفقير فقيرك أنفع بدا من دفع النقود أو العق بحنها من تبيانيه waxuu ka soo leexana cunto inuu guriga ugu kariyo ama cunto ugu geeyo waxuu u soo leexanaya wax uga nafci badan maxay tahay wax uga nafci badan min dafci nuquudi ah lacag siinteeda aw almalaabisi ama dhar aw alatcimati ama cuntooyin allatii yantaficu biha alfaqiir oo ku intifaacsanaya wayastafiidu uu ka faa'iidaysanayo minha waxa uu ka faa'iidaysanaya bitadriiji tartiib tartiib uga faa'iidaysan karo mustaqbalka soo socdo fahada awla كان هبونا شيئا بلنبيه لأمرين لبارهن درتين الأول كان هوري أن مثل هذه الأطعمة أطعمة انتظر المعدة للدربي لا تسلم كنبت قلميس من الإسراف إسراف مع ما في إعدادها ديارنتي إذا نوحى للقب من المشقة على أهل البيت ذاتك قويسك وحبحنا يقول ناقاها كشقة يئيو ذاتك قويسك مشقة ديارنتي إذا يكو قبان للقب يعني وكوضا انتبت للهدين تلقى هذا الرير كان لوجي وحلقيا بإني سنب ميكرين انتظر وانتظر اي هلاوضو وعد انتي انتو وح سوهران ومركا قشن كان لوجود دارو يعني دعي كرتنا لكن راشين عيرين مثلا مركا تسيسو يساق وايقا ان باهيديس انتو كؤاد انتاسو دبك سارانا بري انتي كالي بري دنب انتا كالي مركا مدى نوحا نفع بدنا منها العكسيسو أما الراشين كي عيرين أبو بكتو يا صيعان وليه
أرن مرك أرن كاسواي وعنتظر بسير وهلابي أكتهن. الثاني كان لبعض أن حالة أن الحالة حالة ده تغير في زماننا وقتي أنا وأسبد شيء بأحواشي وإذا أردت في سلف عن طبضا المكر سجرين بدأت عن طير كرصده إسكا عاين طيب وحمر كالغود دادية يعني قشن كي الغود دادية ما لها نجرين بدأ حتى وحولي حالك وأسبد لي وقتي أنا فلم يعد للطعام عن طبي من نقلن وقع كبير يعني انتظر بسل وما إن نقلن وقع كبير ما الوين إنه يدبعو ليس أما يكون عيسى في نفوس الفقراء ذات فقراء النفوس تولى يعني عمتب بسل يكيشكي قليدة يعني قلاركي قليدة أما اللاركي بريسك اللاركي بريسك وحويله ليه لكن عمتب عم بسل صحن كانت الوصوة قادة الله كان وحوليه إن بدون الزمن كان الفقراء ذي وذا كم ذا نفوس تولى وقع وينكم لها ما الوين وقمد عيسى كما كان في زمن مضى وقت استجي سدي أي هين وكله ما فيبقى الكثير من هذا الطعام فيبقى أباؤه باقي النقلة الكثير وحبذون من هذا الطعام فيضيع مركه وضيع ميا بدون فائدة فإذا لآنه ضيع ميا وإذا كان المقصود مقصود كهدوية انتفاع المتصدق ونفع الفقير مقصود كهدوية انتفاع المتصدق مثل يعني صدقي سنة انتفاع عيسى ونفع الفقير فقير كأنف عيسى هذه أيتها فليحرسها كد ذلك قفة صدقي سنة على أحسن طرق طرق مد أبو ناكبنا التي تحقق ذلك التي تحقق ذلك أرنك حقيق جنيس والله لا يضيع أجر المحسنين بضنبو مركب عيشان كسو الشيء قفكنا دواء قران كرا واقع وجوه وحا مساكين كوران وفهم كرا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب طيب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الحديث السادس فضل العمرة في رمضان حيابها شعائر تتعبدك إله اللي قلت له هذا رمضان فحكم ذا عمر هذا بشهر رمضان العمر يستو وقفك يعني عبادة مالية نواتها عبادة بدنية نواتها بدن كيسين ماشو تقى مال كيسين وحوائس لماي وإله الدركي وقبحنا يا مكو فقيرا يا مركا وكسي تنادى يا سيد النبي صلى الله عليه وسلم بأوشاي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحاوير لامرأة الناد من الأنصار أنصار تكمد أيدي يقال لها أم السنان ليلة أيو حكوير ما منعك معك ديدي أن تكوني حججتي معنا إن أدنا لحجس أنك محاكا منعي قالت وحاوير ناضحاني لبا يعني الرتيء دان نوع يا كان لأبي فلان زوجها نكيد جيدا يعني نكيد لبا يعني الرتيء أيولها أو يعني أرورك يعني دانك لا استعماله حج هو وابنه إسقئ إن كيس يقو حجيه على أحدهما متكون وكان الآخر ككلنا نسقي عليه وقدان صنينا هل كذبل فيرس وقعدك يعني هل كي أكب حين متكن كلنا أني ما قادن كري لنا سببته وحل قدان صنع اللويني قال صلى الله عليه وسلم النبي وحويري فعمرة عمرها الدبا في رمضان رمضان تحديث العمر يستو تقضي وحي قديسة حجة يعني وحي أبنغم تاول حجة حج أبنغم يعني وحي قديسة هذه اللي موضة يعني حج أي كاب قديسة وحج بوسكي سيقلي معها حج ثوابته وحي حج أبنغم تاول لكن نكي أنا دكور سوى حج النين رمضان إنو عمرتك أو بسوى حجي معها سوى أو حجة معي وللحج أن يقول لي لحجي أي لأجر أكتهي النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ آخر في هذا العام النبي كبير سببت طبعا قصر أن كنت مد لكن النبي سي عام وقهد لي فعمرة في رمضان تقضي حجة سأسوين. وفي لفظ آخر فإذا جاء رمضان هدوي ماذا فاعتمري عمر يسه فإن عمرة فيه عمر رمضان لحديث بعضي تعدل حجة أي أولي
أجري أدوين وي مركب قفك مركب إنه كده ذاله بشاس إنه ودي وهلي كره وياله. الحديث دليل على فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل ثواب حجة. وفي رواية لمسلم حجة معي أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا خاصا بهذا بهذه المرأة، خاص معهم بوليها ناك تاني، بل هو عام وعام. وهذا من فضل الله تعالى ونعمه على عباده، وفضل الله النعم كالله دوميه سأويا لكرك وذا. فقد صارت العمرة عمرتي وحي نقطي بمنزلة الحج حج أوكله في الثواب حق ثوابته بانضمام رمضان إليها، حيكون نقطين رمضان على الضمي ماشي أمرك قاعدة مهمة لقى قاعدنا قاعدة ذا كل شيء. وهذا يدل حول تصاب يركا على أن ثواب العمل عمل كثواب تيسو يزيد إنه زيادة بزيادة شرف الوقت، وقتك شرف تيس الزيادة تيس إنه لك زيادة حتى رمضان وقتها شرف له. عمر هذه رمضان بعد عمر هذا شوال دعيس اسمد عمر هذا رمضان دعيس الأجر بدنيسي لشرف رمضان. كما يزيد بحضور القلب سدى يعني قلبك يعني سحاضرنتي سدى أكر إنايه، وخلوص القصد ينيذا خالص خالص هانتي سدى يعني أعماش أجر جيزه يمنزل زياديان. والله تعالى ألنا منعم وينمد نعمين يمتفضل قل ذي سنايه يتفضل بما يشاء وحو دونو كو قال ليس على من يشاء قفكو دونو كركيس فيما يشاء شيغو دونو دحديس لا معقب لحكمه ولا راد لفضله. هذا مرك قاعده قاعده مهمه وهي سده مرك لشرف الزمان ولشرف المكان عباده وسوق وقرضا وزياده اجرك. وهذا رمضان عمره لا سميسنا بلا كلمه كقيمه بدنته هي وقيمة بدات لأجل رمضان. صلاة الوقت كان حرمك مكة ما لهك لوك قيمة بدات. لماذا؟ لشرف المكان. صلاة المدينة الوقت كان ما لهك لوك قيمة بدات أن حرمك مكة هي محرم على لشرف المكان. طيب طوانك بري ذو الحجة وهو الرئيس أعماش الله سمايا وكقيمة بدات أعمالهك له. لماذا؟ لشرف الزمان. طيب بدك النفط الكودة يعني منزلة ذا ماشى أي جوجا وكوك على قيمة بدين. قرآن كإله يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. آياتك لو حيد ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. لماذا؟ لمكانهن مكان درجة أي جوجانه نبي أكتس أي جوجانه ناقة كلام ما مسؤولية صارم أيها ناقة كلام صارم. طيب لنا عالكلة مكان كشرفتي س الزمن كشرفتي س قف كم منزلة أو جوجة يعد أو لحريرة ذنوبتك بعضا ويكأركتها ذنوبها كلام. أقول والله قاركود عيرا الذنوب ت لا الله الله بالله ما لا ليه كذا ذنوب ت ولا الله الله بيا ما لا. وهذا فضل الله ذنوب تلما الله هل دنبئوا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لكن حيث عقوبة كلا درناني ودنبئ الله قال أوقات شرفت بدن ما لها بقعوين كشرفت بدن أماكن إله اللقوع أبلاتك وشرفت بدن ذنوب تلقوا قالوا لم يتنقل ميس ذنوب ما لك للقصة. يعني وعين القلم يتنقل يعني عقابتها كتلاني سمعين عقابتها الأتكينة ما. لكن طبين دنبئي طبين بقوله دنبئي ما لقد قلت فحانا قلتسى قوله تعالى إن الذين كفروا ويسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك مذهب الإمام الشافعي وحويان قفكي بلاها حرمضة لوحد له حرم كقفكي وحكود ديلو خطأ يقف يكما حتى دو دونها وديله من قرابتي ساقفكي ديلو سكما أوديله ديدي سوحي نقونا مغلظة حال الله أتكينا نقاعدة نكسعنا. طيب
يو فيرنا لأن أول بوحلوجي ده دي ذا يزجر لكن لقى زجر يديك مسلم طيب أين نسوي ديرنين طيب مع بحثي قاس مرك بحثي آد مهم وأهو طيب قفوا مرك لو كحساب تمال هذا واختي هذا شرفت بدن أما كنت شرفت بدن اسك إلى علي بن بقى آد قشاء عقوبة دي سؤالك طاعات كان إنا أغفى إليسة والعمرة تحصل بأداء مناسكها عمرة محيك حصل إيسانة مناسك تيدا إن لقدتو مناسك العمرة محيتها وضواف وإحرام ضواف سعي بين الصفا والمروة إي حلق ناكا ديتاين إنا قابسو انتاس بس ورمضان قده سقور دعضي عمره قدتي أجر كان والبور جينا ولو لم يمكث هدي أو النجانين حتى المعتمر متك عمره بعدها قداش إذا في مكة مكيان بكون نجانين ولو لم يمكث يون بكون نجانين المعتمر متك عمره بعدها عمره قداش إذا في مكة مكيان بكون نجانين وديارتها كرع أعمالهم تكحت لكن من وفقه الله تعالى قفك إلهي وافجيه للبقاء وكباق النقض بجوار بيته الحرام بيت الحرام يعني لنعيسى شهر رمضان بشهر رمضان لحظه او ما تيسر منه يفض ذاذي فقد منح فقد طيب فقد منح وعلون نعمه يقفكاسي نعمه عظيمه نعمه وناكسن باللوغ الضيقي لا يقدرها او ننقدر قدر كذا انو لا يقدرها قدرها قدر كذا انو اغانين او يعني قدرين الا الصالحون ذاتك سوسوبا ماهن طيب 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 لا يقدرها لا يقدرها من باب حويا قتل أما نصر هي من باب ضرب طيب قدر يقدر قدر يقدر لا يقدرها أما لا يقدرها قدرها قدر جيد مقرنا إلا الصالحون المشمرون كواس أحيط حيتين عبادة الذين كواس أو يدركون قرانا قيمة الأوقات الشريفة وقتها شرفت بدن أوقات ديسة والأماكن الفاضلة إن بقاء الإنسان إنسانك يعني كباقيها شيسة بجوار بيت الله الحرام وكباقي هذا في هذه الأيام المباركة معلمها بركيسا له أثر كبير فراد وين بوليها في نشاط المسلم قفك مسلم كفر فرعون ديسة وعبادته عبادة ديسة وإقباله وجيسة شديسة على الله تعالى معرضا يسوي كجي سناي عن الدنيا الدنيا بقلبه كجي سناي قلب جيسا وقالبه يقرأ هانتيسا حافظا لوقته يسوي وقت جيسا إلى علينا يسهل عليه وحاوسه لنا نيسا فعل طاعة طاعة سمين تيدا من الصلاة والصدقة والذكر وتلاوة القرآن وقد جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام وحاكوه من صلاة اللي قلت كذا مسجد الحرام كفضل جيذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام صلاة مسجد كي قلت كذا كن صلاة أيك خير بغنتهاي ما لك اللي قلت كذا إلا مسجد الحرام كما هم وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل ويكفض لبدنته من 100,000 صلاة بقول كل صلاة أي كفض لبدنته فيما سواه كصهر هذا رفع على المسلم قفك مسلم كأحال قرب أن يستفيد من وقته وقته سين كفى إذيسه ويغتنمه أو كغنيميسه في الأعمال الصالحة أو كغنيميسه أعماش صالحات كالأحدود لشرف الزمان والمكان وقت في مكانك شرفت إليه درت وما هي مناهن إلا أيام معدودات ما الملة تريع ويان تنقضي سريعا ودقدق القويس يربح فيها أو كل ربحايه الممتثل قفك أوامرت ألفرتون هذه المضيع إله أضيعي ويخسر فيها أو خسارة ما المها نحوذ وحا خسارة العاصي عاصي المضيع مركا يعني حدود إلهي ضيعه وعليه أن يصلي تراويح ولا قرب أنه كد ذلك تراويح لأنه تكد خلف الإمام ولا ينصرف قبله إمامك هرتيسنا إنه ننكتقين
ليكتب له سلوه قر قيام الليلة قيام الليل هذين بن انتهجنا كما تقدم أول الكتاب يعني كما تقدم في أول الكتاب. ومن صحب أهله أهل في سقفك وطه فعليه أن يحفظهم إنه إلى عليها لقرها ويتفقده حواشه وكور قبه فإن من الناس ذاته حاكمه من يهمل نساءه قال يعني أهل في سنايه ناكتيس أمن ناكهيس هو إسكيه مالنا وأولاده عرورتيس من بنين وبنات ويلل قبل فهم يغو في لهو بيكجر اللهو ولعب يدلدل من خروج للأسواق بحيطان سوق هذا اللوبح وتثكع يصعد بلا معنى في الطرقات الوسع صعد تثكع فعل قاسل في سسكع لكن فعل بوكبحي حرف زائد كجر وان عينت مضاعف كسول الله تسكع يسكع تسكيعا تسكعا تسكع وين عفوا لما كجر في الزيادة تسكع يتسكع تسكعا أيكويمي مركا مصدر كيبو بحيه مركا وتسكع في الطرقات تسكع اسنو حالك ودا خفكو إنو اسك الصعود ما لا يعني أكو الصعود بوحد دانا اسو والله يعني واسك وريق فتك غاركوت مركا محاها حقيق في الصعود واسك وريق أيو كلين واسك وريق هذا سواي تسكع طيب وتسكع في الطرقات وإيذاء لعباد الله دوما الله لديمه طيب وفي هذا كان حديثنا فساد باكسر عريض بلارا وهذا من ضعف القوامة منكم إنه يسوي المساعد فكجر الناقي علمه وإسكسي داي بريق وكسي داينا وتقدر قوامة ذي حق هذا طيب منك قوامة ذي لسي الله ويرى الرجال قوامون على النساء وغلبة النساء يناقيه كاد كادن وينكي ولولادي عرورتي طيب ناقي علمه ونكي كغالب نقول يوه نسأل الله السلامة ومثل هؤلاء الأولياء دت كانوا نمان كدت كان مسؤولين تانوا كلنا بلدهم بلدكم لا خير لهم وخير بدل لو كانوا يعلمون هذين تين مقيم هذا دت كدرجات كل بعيان درجات يوريجا ناقيه يقبله يويلشي oo isagina oo nan tabar u helayn wadankiisina iska jooga Roon buu leeyahay wa ala al insaan qofka waxaa laga rabaa in yamnaa nisaahu naagiis inuu ka celiyo min at tadawwu bi tawaf tawaf farabadan ila isaga sunnaystan duwa diwala ayami shahr ramadan maalmaha ramadan ko dhan lima fi dhalika waxa ku sugan oo min al muhadir al azimati xiyaaba laga digtoonaado waaweyn bi sabab jihan ciririga dartiis haday mar umreystan عبادتك كلا هيسكيد دلالا ضوافك هيسكيد عفوا لأن ضوافك عريري بوكينا يا ناكتين إن حبتك كوكا الضون إن الريح ريحه أي كينا يسان واحد ظروفه كينا ينملها طيب بسبب الزحام طوال الأيام بل إنني أنصح الرجل ننك أيام بكوانين يا نفسه ألا يكثر من الضواف إنه نبطن أوقات الزحام بل يدعو المجال مجالك وقتك يا لمن يطوف ضواف النصف قف ضواف عمره عمرها اللي طواف كده وواجبة تتكا طواف كاس عمرها صدي سنة هوبا ناية باسك يعني كعريرين وعليه أن يشتغل بالصلاة وتلاوة القرآن وغير ذلك من أنواع طاعتها كد ذلك. وعلى المرأة المسلمة وين إذا مسلمتنا وحال قربة أن تعلم إن يوغاته أن صلاتها صلاة ديدة في منزلها قرق يدي كتكته أفضل من صلاتها في المسجد إنه كفضل بغنتها سلاة إمساك كنت كنيسة دحديثة سواء عجنة في مكة مكة دحديثة أو في غيرها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن بريوه دانو خير بدنه إلي بي صلى الله عليه وسلم الضومها ألا مساجد ألا ينلقى علنن بمساجد هذه سلوت دايو قرقاس أغفي عن لما كلا قادم مرة وذلك لأن صلاتها صلاة في بيتها قرية لحدي سيكوت كنيسة أستر يذا يا يعني أسترنام بدن لها يذا وأبعد يذا يا مركا يعني فغانشيب بدن عن الفتنة فتنة يعني لو قد يرانشيب بدنها ومزاحمة الرجال يرقع عرير قود وإذا أرادت الخروج بحدها بيت دونته لصلاة التراويح يبحثه أو التهجد فعليها وحال قربها أكرك يذا
أن تكون هنا محتشمة يعني سري يعني مت سري جنيس هنا يهاتو بعيدة متكفف عن كل ما يثير الفتنة وحول الفتنك عناية من الطيب برفون وزينة قرح أو رفع صوت عطفر قادم ومزاحمة الرجال رجع العرير تنكودة في الأبواب يردها ولا عرير تنكودة ماشي أسمرك الناقة مساجد النمان كي الناقة يكتو كذا الناقة هدى وحاد مودا يعني آدابتي أخلاق دي آد إياد ينوغة حصيصة بري هرو دتك علمي شي انتان كيراي اقونتي سو انتان اقونتو دون انتان اي كيراي مساجد سو اديب دناغو هنا انتان اي كيراي بيناغو كخشود بدناي وقتنا وانتي على اركيس حجابتي وغو جيرا جاب وين بدل يعني وجهي ودبولن يحي قيلده هدنا لو جوغي كر مساجد دتك توكرايا مقلاي حتى صففك دنب كتوكنايا مقلاي دريقي دك وكدي بايان الباب كي مركي كبحان هرؤ بحمايان هلكاس استاغيان مركاسا قيلده كدعيس اديابيس نيمن كي مالي كمران مالي رغي با خشون ايو ميله كلي اما لغيا بيني سنبان ماشي ناغي هي ويني سنبي جيرين رغي با سنباري باي الله المستعان هذا نمو دا يعني ظروفنا دبكاس حد نو دا وحياه فر بدلنا الظروف تي وقتي إنه ذات كان ذات كان كل ذي بعد نودا ذات كنير ما بله ما بله من ناقط وقيلين سوا قيلين ورسك حشوا إلى كعب صمر كل يروح على غيابه إلي أفكك عن تسارت حكينا ما بيسك ورقة تمن ولا يعني نقول جيل الجوب تأي أم لا يني سمع مركن ناقي حشوا تها كل بدالا إلى كعب صمر رجع لبتركوا للناقة هوذا يانا يبون إلي أشياء ويوصي الشيخان مركي مساجدك هو ذايان رجي لفتر كولانا مساجدة دبك لك تاغن دكي قول تراويحي تكنايان قار كالانا وحير رمانين قدال القرآن كو أخرستان قار قدال يكوشا كيسانا يلقم تككرا كان بعض الناس نحاد مودا إليه بأوص أرن كاسي وحاد مودا قار كود إليه بأوص سمعين أغان سيديد رقعي تكنايان قدال إسكحا دنتو إليه إسكبحاني دنتو دقب صدان ما سمعين أغان gadaali tagaya wasu sheekayna dilayra war sheekay qaylada dhaafa awl bisdeera sunnada ahayay leeyin marka aad mooda fawdada in diin loo ekeysanayo marka iyo leftirkeeda marka yaani mashaa haajiro yaani shaa'ir badan oo fawdo fawdo ah oo lagu cibaadeysanayo yaani waqtiyadan dambe waxa soo korortay qofkii wuxuu rabaa inuu ilaahay ugu dhawaado fawdo cad inuu ilaahay ugu dhawaado اللهم صل طيب وذلك وحير مركا لأن صلاتها في بيتها آية وإذا أرادت الخروج لصلاة التراويح أو التهجد فعليها أن تكون محتشمة بعيدة عن كل ما يثير الفتنة من الطيب والزينة أو رفع الصوت ومزاحمة الرجال في الأبواب وعلى وليها ولي إذن وحال قرب منعها إن قرب من ذلك كاغس وأن ينتبه إلى الجبر أركسن هذا لمثل هذه الأمور الرمان أو كلا التي يغفل عنها كثير من الناس تاسو دبضنا دفك كم إلوسيه اللهم يا مصلح الصالحين أصلح فساد قلوبنا إله كدك وناكسن وناجيو فساد قلوبتين إله وقاج قلوبتين فساد كذا إله وقاج واستر في الدنيا والآخرة عيوبنا إله عابهن أصفر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. الفصل الخامس فصل كشنات أحكام الصيام صنك أحكام تيسا مالك الدلع ذا كتاب كمهم كيسا مالك واكنا يعني فضائش هو مهم هي اللي افتركوا ذا لكن فضائش هو ارتقفتي وحوان صحان با فضائشة في الشصومة فضائش وحا هلو نينك اي وحو انصحان مركا دو خو كبر ايا وخي وحو انصحاين وخي وحكا جيبين اي وحا الرئيس مالكاغي مركا نظيف ساتو ايا دو خ ديرادا قاد قادي كارتان طيب لكن من راس مال في بان هينين حور ربح محو كف محو هلا بالربح ماله طيب اذا هذا كستن واساس نينك صلاه فضل جيدا مقلا وحا لا ربح كانتيدين وبرت نكي صون فضل نجي سمق الله أحكام تيسين وبرتان الله
ninkii jihaad fadligiisa maqlo axkaamtiisa inuu bartaa laga rabaa. Haddii uunan axkaamtiisa baranin ma laga yaabo inuu wax ka helo. Mar haddaad maantadhan fadligii daldasho, soonka fadligiisa, jihaadka fadligiisa, maantadhan haddaad daldalayso, soonku fadli waa leeyahay, jihaadku fadli waa leeyahay, waa sax. Laakiin adiga kii saxda ahay ma la timid marka maa. Midkii saxda ahaa oo axkaamtii waafaqsanaa fiqigii oo shuruudiisii iyo yani arkaantiisii iyo wixii mawaanicdii iyo waxaas markaad heshay sax waay waxaagii qof diidi kara male. Laakiin haddii axkaamtiiba aynan saxnayn, fadaaishaan yani ninkii axkaamta saxaa iska leh, wax fadaaila ma helaysid mana badbaadaysid ba xataa waxyaabaha qaarkood maba ku badbaadaysid. Waxaa laga yaabaa salaada iyada haddaad iyada halayso, haday salaad farad ahayd haddaad nin taariku salaadaad ahaanaysa, hadday soon ahaydna ninaan soomin baad noqonayn, hadday jihaad ahaydna ninaan jihaadin baad noqonayd, bal wisri iyo dembi loo raacda. Axkaamtii marka in la fiiriyay u baahan tahay. ayb alxadiiu alawal waxa uu yidhi xukmu man akala aw shariba naasiyan. Wuxuu ku bilaabay yani muallifka qofkii wax cuno ama cabo isagoo hilmaansan xukunkiisu muxuu noqona. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا قفك عنه أما عبو ناسيا إسقه المانسا فليتم صومه صومك سهر ما يستر فإنما أطعمه الله إلهي باقوذي وسقاه إلهي باورابي. يعني فعل كيسال اللوم التيرين ألا اللو تيري سيومرك صومك سهر ما يستر حكم له ويعني محمد دنبينا مالها صومكي سنة وأجر رواه البخاري ومسلم. حديث كان مركز أحكام بذنبه كبحين دونا مصنف. الحديث وعير حديث دليل دليل يهي على أن من أكل أو شرب قفكي عنو أمس عبه ناسيا سواه المانسا فصومه صحيح صومكي سوى صحيح لا نقص فيه وح نقص يكون لحديث ما هاني ولا إثم عليه وح دنبي يكركي سما هاني إذ علاه لا قصد له قصد أمصبنا لأنك في ذلك كارس ولا إرادة إرادنا مالا منك قصد إرادتنا مالا بل هو رزق رزق وينساقه الله له إله أسوك حي إله سيحجس أسوك حي. ولهذا سيدة درتيت أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك عوتيري إطعامه قوذنتيس وسقيه ورابنتيس إلى الله تعالى الله سيحجس أيوتيري الله. وقد جاء في رواية أخرى فإنما هو رزق ساقه الله إليه ورزق الأسوك حي وما يكون مضافا إلى الله تعالى وحى أهاناي إن إلهي لو تيري حقيسة لا يؤاخذ عليه العبد أدونك الله مقفته لأنهم حيالي إنما ينهى عن فعله إساق فعل كيسا لقره يا بيوح والأفعال وأفعاشها التي ليست اختيارية أن أهين اختياري من بني آدم كدورتي لا تدخل تحت التكليف مسوقش ولا فرق بين الأكل والشرب القليل والكثير عنست عبيد دبضاني يمد ير فرق ماله لعموم الحديث لأن معالي من أكل قفي وحنو أو شرب أمو عبا ناسيا سوى المانسل ما دام أن وحير يوحب ذنبا للشيقين كل ما سيكون الجنة هذا يسون أجين صحن بدر أو سكبوشيو يسون أجين أمر ما يستمر كون ما يستي أو حسوسته مركا صون كيس هذا ما يستمر مركا كدي هسكي إلى عليه إنه صحن شو الله اللقمة هذا وقف الجلية لقينا مركا حسوسته كدي ما كتر ما نكبر الإنسان طيب لعموم الحديث وليس عليه قضاء. طيب عموم كان عاد مودا منطق انه اجر نينك وحوي ني وحير عني ني وح بدن عني لو ما كلا قادي سيوت العموم هو منتاس كو دحجري. وليس عليه قضاء قلنا لغملها لانهم قايل امر بالاتمام انه دمهستر الامر وسمي وحنا لغو مغعابي ولي الذي يتم متك او دمهستر صوما بالغو مغعابي ومحالين فليتم ما يستر صومه سنه عمر معوك اعتراضه حق ما يستر لي ده واحد باطله
أو فسادي أما بوري لما قام يستر إلا حج عمرة ماهن وحالي إيه وأتم الحج والعمرة لله وعلى ما يستر إيه لعجك كاد بوره أنت تكون جزء جرتيت لما يستر بعد ما يستر عمرة سيدوك عليه لكن حج كاسي عمرة لما يستر إيه وقد وين حج عمرة لهم المقعابي وحالي إيه هذا حجك يعني حجك فاسدك ولا ما يسترى طيب حجك وحولك قاري هذا لليه بإتمام فاسده فاسده بالله يا سومان كيس فاسدك النقضي يا لليه لكن هل كان حائز دبتها الله فليتم هذا ما يسترى إيا صومه إيا صان أن فاسد لبشيه صوم فسادي أن نمشيه وصمي الذي يتم صوما بالغم عامي فدل وحوت سيمرك على أنه صائم إنه حقيقة حقيقة وصحة صوم من قف صوم كيس صحيح نمديس أكل علي أو شرب أم علي ناسيا سوه المنصر يوكونه هانشيس لا قضاء عليه قال لكر كيس إنين هين أمهم أرم وينبوير مجمع عليه لو إجمع صيه لولا قدروا أسكد بتهي لولا هدي للاقيه او ينجري لهين خلاف الامام مالك وابن ابي ليلى وابن ابي ليلى امام مالك ابن ابي ليلى خلاف كوداني جيرين لولا خلاف الامام مالك وابن ابي ليلى ومحاوى ان من اكل قفك علي او شرب انا عبي ناسيا سوى المنصب بطل صوم صوم كي سوابري ولزمه القضاء قضاء كل لازمته لان الامساك معايا الافهيس شذو عن المفطرات لقى افهيس ركن الصوم فهو يسوي كمان نصيحة وقفك كتجي قف كتجي ركنا ركن من أركان الصلاة وقوله فليتم الصوم هنا أي فليتم هذا ما يصير إمساكه أفهيسي عن المفطرات وكافهيسه مردي فليتم الصوم هو اللي يرماش حقيقة شرعية كجرك إمساك جنوا حقيقة لغوية فليتم الصوم هو أي إمساكه هذه لغة حقيقة لغوية ويسوم أنت صوم كل لغة الإمساك شرعا نمحوية متى كان ليقان وقت جارة وشيء مخصوص لا أفايسنا حقيقة الشرعية حقيقة اللغوية حقيقة الشرعية الهرمانية إذا مرك الصوم هو صوم شرعي أبا الغوضة لأن حقيقة الحقيقة شرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية طيب لولا مرك خلاف قعدون نجري لهم بكليه ويقول حيني صوم كواب بني قلانا لقرها فليتم الصوم هنا أفايسي هذا ما يسترون والصواب سيدة صواب كان وحاولين أنه لا قضاء عليه قل الله ما لها والحديث حجة ظاهرة الحديث هو حجة موقتة ويؤيده والدليل موقضة ويؤيده عن حجنا ما ورد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل الصائم منك صومنا هدوعنا ناسيا سوه المنسن أو شربا ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ورزق الأرسل كحيه ولا قضاء عليه حديث كاسا شيء قال الله كركي سماه ولا قضاء عليه مرة دي حديث لها يقول كوذ ضعيف ونقنا مرة هذا الكوذان هو مرة إليه كورا وحير فهذا نص صريح ويان في صحة صومه وحوك عديه صوم كيس صحيح لمديسة وعدم قضائه له يقلين لأن كيس يعني قضى لأن كيس وأما القياس على الصلاة صلاة الله قياس قاتل فهو قياس فاسد يوم صوم الدهن ركن صلاة أوكلا يعني ركن صلاة أهدي اللي قد تقصد صلاة أجبيس أبوريس أي الإمساك عن المفطرات أي ركن صوم كأطهي مكاسيد الصلاة بوريس صومك هو بورو تاسك الجواب هبا وغير واما القياس على الصلاة فهو قياس فاسد الاعتبار وقياس مركا في رنتيس اي فاسد تاي انا لم لأسنين لانهم حايل في مقابلة النص وقياس مركا يعني كيمت نص مقابلة ديس يعني النص هو قرآن كي سنة حدي مركا قياس قرآن كي سنة مقابلة كهري ماذا قياس كاسي الله أروريه واعتبار ريالا ما ينحن ولذلك إمام الشافعي إمام أحمد بركو إمام الشافعي ويدي قياس كورا إمام الشافعي وهو هذا ليابي
إنما يسار عند الضرورة قياسه حال قاتل مكي الضرورة ماذا هذه نسي الضرورة ما بتعلى صوان نسي باب مشقين الوعم الفلين يسار عند الضرورة قياسه حال هذا مركي الدنك وكلفته دنت بورم إيماني وهذه نسي اللوائي وحكم كين الله بعض آيات ملي حديث ملي قياس آد مركز مركز لنا وحوير قياسك وبمنزلة الميتة وبقت وكلام بقت الغرم على العنا مركز دنك وكلف قياسك نسي ذو كلام شو مركز مر هذه النص هل كان أويال قياسك ما بالله بحنا هذا المركز ما مشافع السلاس وفي السلاس هذا مركز يعني اللي وصعنا لولا نص كان مركز قياس كان صحيح وهذا لولا هذا النص لأن المسائل علماء يقيمون يعني مركز كهذا لا يعني خيارها اللي جتقو متروكاتك شيء هذا اللي جتقو الله يقيمون مأمورات يمنهيات مأمورات يمنهيات وحير هذا المركز أشياء هذا منهياتك وحيرها اللي يسكر يبي منهياتك اللي يسكر يبي طيب خيارها قفت يعني اللي جرى يبي هذه هلمان درتيس أو أقدعه إذا هذي نحن إذا اللي جرى يبي شيء اللي جرى يبي وهو منه وقدعه هلمان درتيس أو أقدعه دم بيجينه لاقا ما يدم بمال من كاسي ثانيا هذانا عباده دي كم بوري ومثلا صلاة دي دحدة دي وحال جرى بينا تكو هذا شو نهينا عن الكلام في الصلاة صلاة دحدة بينا تكو هذا النوع أنا لجرى بي قفت يا صلاة دي كجرو يسيل له واحد لي دم بنا مال صلاة دي سنة وسيو ذنا ورفع الحرج رفع الإثم يو حويان يعني سحذينا ما كبريس عبادتينا ما بريس مأموراتك لكن أشياء وحياتها اللي يسفري هذه أتكتكتو أو إلوشية درتي أتكتكتو دم بيجي ولا جرف عيي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلهي نوحي لقد فعلت لكن شيء أتكتكتو ولا جرف عيي مأمورات من هي أساس كل قيب سماه وهذا صلاة دحوية ذات ركوع ذي هلمانتو ركوع ذي بات إلو ذي آية المركات قراءة ذي لما يسي سمع الله لمن حمد بأنت إسكتير يسكس جوز آدو وصوح خصوصتي دم بالمليه لكن صلى الله ركوع ذي صلى الله هذا سمع الله ذي كعلي سجود آدو لأن الشيء مأمور كعلماء وحيد هن مقصود بنفسه مقصود لنفسه سأل الله قصده شيء من هجال لكن مقصود لنفسه ما بقى هيبا هدو يمد مركة أهلمان درتيس ناشي وكو يمد مفسدة دي بعض هيبا وابد بعض هيبا مفسدة دي مرلوات مركة وحكا سوقات مالنا الله قتل طيب وقاعدة مركة صح أواي فوق هذا يوصولين تنقل الله بتان ماشي لكن نص أو صوء أراري نص قالوا معه الفلح ماشي أنا هذا مركة واحد اللي قتل عنتانكم حال اللي قتل إمساقي بها اللي قتل وأنا شيء مأمورها بناء على ذلك مركة يعني حديث كان دون الجري لها يسون كسوة بري لها مركة مالك أصل كيف إساق سعودان إيه لكن قياس في مقاعدة دي وحان نقلية وماشي كرري حديث كان ويقاس على الأكل والشرب عند يعبد وحلوه قياس قادنا يا بقية المفطرات وحيابها وحفرية بل أنت سهرتك لحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر قفتي أفره يلي ضر وعام صومه وحقوق أفره إلا مشي عبيد جماع ماذا يتهل مشي من أفطر قفتي أفره في شهر رمضان بشهر رمضان ناسيا سواه المنسا فلا قضاء عليه قل كركي سماها ولا كفارة لكركي سماها وتخصيص مركب لذلك ابن حجر بلوغ المرامك حديث في هراء قري مركب في هراء قري كبعدي وللحاكم بويري كانوا كان لما معنى كلا يعني معناه كانوا جدا ليه مت كان معناه جدا ليه مت كان ضمبه وحايته من أفضر ذا عموم بكجر وح الله على وحي بلغ أفره جماع هالنقضة ما تجلس ما تجيه هالنقضة يعني وح كلا هالنقضة يعني هالنقضة
cunno iyo cabid wixii allaale wax allaale waxay doonaan noqon bar haddii hilmaan lagu sameeyo waa kale wa takhsiisu alakli waashurbi cuniddii iyo cabiddii gaaryeelideeda fi lxadiidi xadiidka lagu gaaryeelay bictibaari alghaalib ghaalibkaa la fiirina dadku waxa ay hilmaamaan maxay u badan tahayna cunto inay isku iloobaan cabid inay isku iloobaana badan soo maaha laakiin jimaac inuu isku iloobo ma badna haalib maaha kii marka aan haalibka ahayn waa laga jeestay waxaa la sheegay kii haalibka ahaa waxaa la yidhaha marka shaygaasoo kale kharaja makhraja alghaalib kharaja makhraja alghaalib shaygu haddii marka uu ka soo baxay makhraja alghaalib waxay culimmadu yidhaahdaan mafhuumu lmukhaalafaha yacni mafhuumu lmukhaalafa ma leh mafhuum ma leh yani maxaa la diidaa man akala ow shariba ayaa la yidhi wixii ka soo haray maya inaad tidhaahdid ee cunnadan iyo cabiddan waxaa la iloobo iyagaa ugu badan haalib ahaan inay dhacayaan baa loo sheegay ee maahan xasri iyo wax kale in looga dalin leeyahay ayb shaygan marka waxaa weyaan mawaanicu mafhuumi lmukhaalafa la yidhaha waa badan yihiin marka kanaa ka mida shaygan makhraj alghaalib inuu ku soo baxaa ka mida waaqica inuu ku yimaado shay baa layska reebay waaqica sifo marka laakiin waxaa la sheegay waaqici markaas ahayd waaqicaas keliya in lagu xasriyaa marka maaha waxaa ka mida laa yattakhidi lmu'minuuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni lmu'miniina min duuni lmu'miniin mu'miniinta yacni gaalada aynan ka dhiganin gacal ama yacni garab min duuni lmu'miniin mu'miniinta ka soke intay mu'miniintii ka tagaan gaalada aynan gacal ka dhiganin ayb min duuni lmu'miniin ma waxaa laga qaadanaa marka mu'miniintana hadday garabsanayaan gaaladana ay garabsanayaan yacni ay gacal hadday mu'miniintii ka dhigtaan gaaladiina ma ka dhigan karaan ma ka dhigan karaan laakiin min duuni lmu'miniin maxay u tahay munaafiqiintii berigaas jirtay ayaa mu'miniinta ka sokay intay mu'miniintii ka tagaanay gaaladii aadanayay marka waaqici bay aayadda sifadiisay ka warantay laakiin xasri ma aha mafhuumu lmukhaalafa ma laga yeeli karo waa badan yihiin marka waxyaabaha sidaasoo kale iyadu markaa mararka qaar qaydun laa mafhuuma lahu shardun laa mafhuuma lahu sidaasay dhahayan kiis kaasuu marka isagu kuu sheega wuxuu yidhi marka wataksiisu bilghaalibi shay ghaalib yacni wax ghaalib ah in wax lagu khasisaa laa yaqtadii ma keenaayo mafhuuman mafhuum ma keenaayo falaa yadullu dalika ma tusaayo kaagaasi calaa nafyi lxukmi cama cadaahu xukunka in laga ansiiyo wixii kan ka soo hara ma keenaayo marka masala yani usuul awaayo ku leexday maadaama xadiidkii ay meel ka soo gelayso dadka dhallinyarada marka ama dalabatulcilmiga dadka waaweyn culumta inay dalbaanaan yaan isu dardaarmaynaa annaga dhan inaan culumta aalaadka in la dalbo hadday culum luqa a noqon lahayd iyo hadday culum kale oo aala oo usuul iyo mustalax iyo ay noqon lahayd haddii kale aayaddii xadiidkii ma la fahmi karo si fiican wa haada alxukm xukunkan fi saa'imi ninka soomani dayib dhexdiisa fardun min afraadi alqaacidati alcadiimati waa fardi qaacidada weyn afraaddeeda soo gelaayo alcaamati ee caamka ah fii qowlihi tacaala rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiina aw akhdanaa waqad saxa fi lxadiidi shariif ana allaha tacaala alla inuu qaala yidhi ijaabatan lihaada aducaa isagoo ducadan ajiibayo qad facaltu waa yeelay marka qaacidadaas caamka ninku hadduu isagoo wax u qasdaynin sameeyo oo ay uga dhacdo yacni khata ay uga dhacdo in ilaahay ka dhaafo wa fii riwaayatin qaala nacam buu yidhi haa wa haada min lutfi illaahi tacaala weeyaan turidda alla u turay bicibaadihi addoommadiisa wataysiiri calayhim fudaydin uu u fudaydiyey korkooda wa rafci alxaraji waalmashaqati xaraj iyo mashaqo oo koryeelitaankeeda wa canhum xaggooda laga kor yeelay qaala annabiyu sal alla slama nebigu waxau yidhi ina allaha tajaawaza lii alla wuxuu igu dhaafay ummaddayda can ummatii ummaddayda xaggeeda alkhadaa gefka wanisyaana hilmaanka wama sukrihu calayhi iyo waxa lagu qasbo oo lagu dirqiyo waxaan laakiin mid kasta hadda ogow xadiidkan sharax dheer u baahan yahay sharaxiisana jaamicu lculuum waalxikamka ha loogu laabtay khad aan laga kor yeelay muxuu yahay khada yani dembigi miyaa laga kor yeelay ma waxay tahay waxaa laga kor yeelay yani cuquubadii ma waxaa laga kor yeelay yani waxyaaba fara badan buu sheegayaa qofka haddii uu hadda matalan kama wax u dilo haddaa karta dembigii in laga kor yeelo
لكن ديدي ما كقر نقول يعني كان كم واحد دي ليش كتجمع لها يا ده في واحد لقيت دي ما دي إيه ولا بحنا هلمان هذا هذي وقف حجوس ما يسوع كده وحكاه الله يسوع إيه ولا مكتبة لكن دم بيجوا واحد لقى كريه لا مكتبة ولا لقى مكريه يا رأس من مرحوي باين كلا صار صارت فرب بدل إكراه وسوون ضوابط ولي كتاب الإكراه فتح الباري مركو بالله ابن حجر أفر شرطي وإكراها معتبر كأوياني إكراها مركو شروطها معتبر كأه مركي اللي هلو يا درقين تاسو صحته كنا كسوها رأينا واحد درقين صحما ومن رأى صائما نكر من مركو كاس أولا بنا لأنه بحثي أن ما هنكاس ومن رأى قفك أركا صائما قف صوما يأكل وحنا أو يشرب أمو حبا في نهار رمضان مالين رمضان لحظة ناسيا نسوه المنسن وجب عليه وحكرك سواجب كواه إعلامه إنه أغيسي إعلامه إنه أغيسي واجبيسه وتذكيره يحسوس انتيس وإنه مركا أغيسي وحسوسي لأنه مرده هايانيكا وإلو سيه اسكداف لأن هذا كان مقايلا من باب الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر طيب. والأكل وشرب في نهار رمضان عنيت يا عبيد مالين رمضان لعنه لحظة إذا منكر والناس مثل هلمان سنة معذور ويمد له عذر داري فوجب مركه وحا واجبتي إعلامه إلا أغيسية في الحال وقت كاسب ومن اغتسل قفتي قبيسته أو تمضمض أملق لقضي أو استنشق أمسان دار صدي فدخل الماء بيه أي قلان إلى حلقه لقنتيس لقنتيس أي بيه قلان بلا قصد قصد لان لم يفسد سومه سوم كيس مفساد وكذا لو طاره دو صدول إلى حلقه بونتيس أو كسو انتكاء أو كسو بذو ذباب تحصيه أو غبار أما بار من طريق جد أو دقيق أما يعني بار كاسو من دقيق كأهل دقيق وحل شيدي برئي وحل مذا أو نحو ذلك أما وحل مذا طيب لأنا طيب بغير اختياره اختيار كيس لأنت لم يفسد سومه سوم كيس مفسادي لعدم إمكان التحرز إسك إلى علم تصور تقلني ماذا إذا لأنت يدرتي طيب من ذلك كاقع لأنه حيال لا قصد له قصد ملك ولا إرادة إرادنا ملك فهو سو كالناسي منه المنصر وكالأول في ترك العمد طيب في ترك العمد قصدك كالتجستيس وصل بالاختيار اختيارك كالسيب الديس لقسيب يقفكاني اختيار كيف لقى قاضي عمدينا وكتجي فركا حرام عليه. قال البخاري رحمه الله إمام البخاري وعوير رحمه الله تعالى في صحيحه باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا ثم قال مركا سوحير وقال عطاء إن استنطر هذه أو بيها سنك كفر ليه أما بيه أو سنك كجيده فدخل الماء به أو قال في حلقه أمتيس لا بأس بملا إن لم يملك دون هننكر به دون سعلنكر أو هننكر أو ننوط ولا إن لا بأس لكن إن استنطر ذن أولي وانك أنك حيل ديران من مركيار دان تدبيه سوق هذا تفيف أكو حيل ديرات أي لونتا دي قلان وكبر رسوك لأن النبي حيرو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إننا كحل درامين بيه كتجوا وحلا جهلنا. أما ضار لقلق إصلاها يبيه أن تعبت بيه كدرانتي. وقال الحسن وحسن البصري وحويري إن دخل حلقه. بنتي سهدو قال الذباب تحسي. الركن عارف كسو النفسنا يقصد دولا يبلق بهاي. فلا شيء عليه كركي سماها من. ثم ذكر وعشاق حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث كان أبو هريرة من أكل ناسيا اللهم وفقنا لما يرضيك وجنبنا معاصيك طيب وجنبنا إله أحد لا يحدى ريسان معاصيك معاصي ذلك واجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين.